كمان معنا على التليفون اللي هو إيهاب مخلوف، مدير إدارة مكافحة العنف ضد المرأة في مديرية أمن القاهرة. سيادة اللواء مساء الخير. مساء الخير أستاذ عمر، كل سنة. أهلا بحضرتك. طيب. وحضرتك بألف خير. سيادة اللواء، هل رصدتم النهاردة أي شكاوى تحرش عند تجمعات جنب مدارس؟ لا، هو الحمد لله اليوم النهاردة عدى بسلاسة ويسر جميل جدا، ونتمنى من الله أنه تستمر على طول هذه الروح اللي موجودة في الشعب المصري، لأن احنا إن شاء الله بعد توجيهات السيد الوزير والسيد مساعد أول وزير مدير أمن القاهرة تم إنشاء القسم بمكافحة العنف ضد المرأة، وإحنا موجودين إن شاء الله في جميع المدارس على مدار اليوم الكامل. هي الإدارة دي أنشأت إمتى يا سيادة اللواء؟ أنشأت في شهر 8. في شهر 8 اللي فات يعني؟ يعني بقى دلوقتي شهر ونص كده إن شاء الله. طب وإيه تقييمكم لهذه التجربة؟ لا، جميلة جدا، وهو الشعب هو اللي هيقيم اما يحس بالامان، واحنا موجودين معاه في كل مكان وفي كل مدرسة وفي كل مول وفي كل سينما وفي كل وقت وفي العيد وفي جميع الشوارع، احنا متواجدين على مجموعات وفيها عنصر نسائي موجود زي ما حضرتك شايف في التلفزيون كده اهو. موجودين مقسمين نفسنا على مجموعات عمل، كل قسم ومجموعة بتشتغل، وكل من تسول لها نفسه بزعزعة الامن الشارع المصري هنا بالمرصاد قدامه ان شاء الله. طيب العناصر النسائيه دي عددها قد ايه؟ هم عددهم دلوقتي 4 ضباطات موجودين هنا في مديريه امن القاهره، بس ان شاء الله كل المستجدات كل مستجد من السيد الوزير والسيد مساعد اول وزير ما بيبخلش علينا بتدعيم الاداره بجميع العناصر النسائيه وجميع التجهيزات. طيب عندكم اي ملاحظات بارزه على اليوم الاول في الدراسه النهارده؟ هو اليوم الاول زي ما حضرتك عارف ان هو اليوم الاول ده ما كانش فيه كثافات بالنسبه لجميع المدارس، هي مدارس في القاهره مدارس خاصه هي اللي ابتدينا بيها اللي هي كان فيها تشغيل في اول يوم، بكره ان شاء الله هنعمل برضه حملات على جميع المدارس وان شاء الله هنرصد جميع اي مخالفه ونختبر بحضرتك بيها ان شاء الله. ان شاء الله. طب بكره هتكونوا في نفس الاماكن؟ لانه بكره طبعا لا، كل يوم متغير، مدارس مختلفه على جميع مدارس القاهره ان شاء الله. هو السيد المساعد اول وزير تم تقسيم مديريه امن القاهره الى 4 قطاعات، شرق وجنوب وشمال وغرب، كل قطاع هيبقى فيه حمله، وجميع الضباط وجميع الاخوه في الاقسام والمباحث كله شغال بهدف جعل العام الدراسي سنه هادئه للطلبه تتفرغ فيه للدراسه فقط. يعني النهارده اجازه في السبت في القاهره متهيألي، مش كده؟ يعني معظم المدارس 90% كان فيها اجازه. وبالتالي ما فيش يعني نقدر نقول ما فيش اي رصد للمخالفات. ما فيش اي رصد للمخالفات. طيب وان شاء الله ما يكونش في اي مخالفات حتى بكره وبعد. احنا نتمنى كده من الله ان شاء الله. ان شاء الله. انا بشكرك سياده اللواء ايهاب مخلوف، مدير اداره مكافحه العنف ضد المراه بمديريه امن القاهره، الاداره اللي زي ما قال لنا اللواء ايهاب مخلوف انشئت من حوالي شهرين تقريبا.